وأنا أطالب محاكمة كل شيء القرآن، وأول شيء الحديث النبوي تحاكم إلى كتاب الله. لا يمكن لمحمد عبد الله الذي أنزل القرآن على قلبه أن يأتي بما يعود على كتاب ربه بالنقض باسم سنة وغير سنة، يستحيل. انتبهوا، وبالله عليكم يا أخي، والله أنا قلبي مليء أقسم بالله، والأفكار يعني أسأل الله العون لي ولكم. فاعذروني. أبو حامد الغزالي في فيصل التفرق بين الإسلام والزندقة حكى عبارة ألمتني وأحزنتني، يقول: استحقر من لا يحسد ولا يقذف، واستصغر من بغير الكفر والضلال لا يوصف. يا أبا حامد، سيفركون أيديهم، تعرفون جماعة من الناس سيفركون أيديهم فرحا. دليل جديد على زندقة أبي حامد الغزالي، شفتوا؟ يشيد بالكفر والزندقة الرجل، يقول إذا أي شخص غير معروف بالضلال والزندقة والكفر هذا ملوش قيمة. شفتم؟ مش قلنا لكم كافر أبو حامد غزالي؟ هكذا يفهمون النصوص، عندهم طريقة ما شاء الله في الفهم والاستنباط والاستدلال وفهم المجاز والحقيقة وضرب الأمثال غير مسبوقة في تاريخ الأمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان هيك أنا أصرخ في إخواني العلماء بصراحة، عشان أكون صادقا مع نفسي، ما أقول هم مش أدوا وظيفتكم، هذا مطلوب، لا لا لا، أقول لهم أصدقوا الله في الدرس والتحصيل، بالله عليكم جدوا 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 فالدهر هازل، جدوا فالدهر هازل، اقرأوا ليل نهار. أنتم ما هو إنتاجكم؟ ها؟ ما هو إنتاجكم كعلماء ومثقفين؟ إنتاج سيمبوليك، إنتاج رمزي، أنتم لا تتعبون، وأنا من هؤلاء، رجل على رجل، وتقرأ وتعلق وتكتب وتقارن وتحاكم، ومن أحلى ما يكون تصير عمرك 80 سنة وما شاء الله تطلع المنابر بصوت جهوري، ما في تعب لا للركب ولا للأيدي، ما في، يعني كتاب وقلم، قال لك إجهاد، كذب، بقول لكم القراءة إجهاد، أكبر كذاب. أنا حياتي كلها قضيتها في القراءة، ولا أجمل شيء القراءة، وأسهل شيء القراءة والعلم، ترف ما بعده ترف، لكن مسؤولية لمن فهم لمن فهم رسالته، تصبح القراءة مسؤولية، والله العظيم يصبح انتقاؤك لما تقرأ مسؤولية، تحديدك للموضوعات تتكلم فيها تناقشها مسؤولية، وهنا تنجو من تهمة الترف البطال هذا. وإلا فالقراءة من حيث هي ترف جميل جدا، ومن مظاهر الحضارة، من مظاهر الحضارة، يعني لا يستطيعها توفرا يتوفر عليها فلاح أو مزارع أو صاحب مصنع، ما بيقدر، ما عنده وقت المسكين هذا، لكن هذه الأمثال للمترفين. فنسأل الله أن ينجينا من مصير المترفين. انتبهوا، أقول له أنت إنتاجك رمزي، أنت قاعد تدرس في الجامعة كم ساعة في الأسبوع تأخذ لي 3000 4000 يورو، ليه عندك 10 معلومات بتكررها من 50 سنة يا رجل؟ ليه كل دماغك 10 كتب مش حافظ غيرهن؟ ينبغي يوميا أن تقرأ كتابا وكتابين يا رجل، اتق الله جد حتى تقدم شيئا. إخواني، في سؤال طرحه علي بعض الأذكياء قبيل أيام، قل لي ما هو سبيل تعليل هذه الظاهرة الشيطانية؟ ينبتون في بلادنا كالفطر السام وكالنبت الشيطاني، ما كناش موجودين، ما كناش نشوفهم، شهرين ثلاثة شيء غريب في كل مكان، وتكفير والحكومة كافر وهذا كافر والشيخ هذا كافر والمفتى ملعون والأمة في ضلال، شيء عجيب، وبعد الإسلاح وجيب سلاحك، مش معقول، وفجر واقتل هنا وجهاد والله أكبر. وتعليلها لدي سهل جدا، وأنا حذرت من هذا من زمان، وبعد يعني أن وضعت ثورات العرب أوزارها كما يقال، صحيح؟ لعلي كنت أول من حذر من هذا الاتجاه على المنبر هنا. هل هدم الأضرحة من أولوياتنا؟ أولويات الثوار؟ هذا اتجاه عجيب وغريب أيها الإخوة، أن يعقب الثورة وأن يكون نتاجاً للثورة، والآن هو يشق الأمة ويجهض الثورة وأحلامها ويقضي على أهدافها. نسأل الله لهم ولنا الهداية والتسديد. وبين المزدوجين أقول لكم شيئاً، عشان ما أكون لا أحب النفاق والمداراة والمداجاة، أنا أقول لكم شيئاً، والله الذي لا إله إلا هو، من صدقت نيته في طلب الحق واستبصاره هداه الله ودله، لكن من كانت نيته كما قلت لكم التنفيس عن أحقاده، التنفيس عن حسده، عن غيرته أيها الإخوة، عن تعصبه، عن أولوياته، عن مصالحه، عن أجنداته، في ناس عندها أجندات وتوجه بالريموت كنترول، هذا محال محال محال، إلا أن يشاء الله ربي شيئا أن يرى للحق وجها أو يرى للحقيقة بصيص نور، هذا أعمى يعيش أعمى ويموت أعمى، نعوذ بالله من العمى وطمس البصر والبصيرة. فهمتم؟ هذه يعني موعظة بسيطة مني لكم كأخ صغير، وسامحوني على هذا.
أعود إلى ما كنت فيه أيها الإخوة، أستطرد كما قلت لكم. أبو حامد الغزالي لا يعني هذا. أبو حامد رحمة الله عليه أيها الإخوة يعرب ممروراً مكبوداً عن ردة فعل إزاء شيوع مجنون للتكفير وزندقة العلماء، وهو في أولهم. أبو حامد زنديق؟ أبو حامد كافر؟ كفره في عصره، وقبل 70 كان سنة كفر أيضاً، محاضرة في دار كذا كذا لخدمة السنة. أبو حامد الغزالي الزنديق هكذا عنوانه، هكذا، وفيها علماء بلحة وشهادات علمية عندهم. أبو حامد زنديق ملء الأرض من أمثالك، والله العظيم لا يعدلون، لا يعدلون بشيء مما أوتي أبو حامد. أبو حامد بشهادة الغرب قبل الشرق، شخص أيها الإخوة من الأشخاص الذين يعدون على أصابع اليدين الثنتين الذين أثروا في مسار الفكر البشري. ما رأيكم؟ مرة واحد قال لا من خمسة، هو واحد من خمسة على مستوى التاريخ الإنساني. هذا هو الغزالي، هذا شيء مذهل. وقديش كان عمره؟ 150 سنة، 55 سنة توفي هذا الرجل، شاب يعني 55 سنة، ملأ الأرض فلسفة وعلما ونورا وأصولا وتأصيلا وفقها، شيء عجيب، آية من آيات الله. عاش متهم بالزندق من هؤلاء الحسدة، وهو يصفهم في أول الفيصل بالحسدة، هو يعرف أن البعث ليس علميا، البعث نفسي، ويعرف هذا كما نعرفه نحن الآن. هذه بواعث نفسانية يا إخواني، حقد وأحساد وغير، شيء عجيب جدا. لأن المناظرة لها سبلها، لها طرائقها، ولها شرائطها، وحي هذا بالمناظرة، وحي هذا بالدليل، يقرع الدليل والحجة، تضارع الحجة، ها؟ هذا هو. لكن مش فأبو حامد لشهادة الشيوع المجنون للتنابز بألقاب الكفر والنفاق والزندقة، عارف ايش قال؟ قال أنا شايف كأنه ما في واحد ذكي وما في واحد عالم متفوق مبرز إلا يوصف من هؤلاء الأغمار الجهلة. بماذا؟ بالزندقة. معناه الزندقة أصبحت عنواناً للنبوغ والشرف والنبل. ولذلك قال استصغر من ليس بالكفر والضلال يعرف. إذا ما في عالم وقال عنه ضال كافر زنديق، إذا هذا عالم حقير ما لهش قيمة. إذا قالوا حقير زنديق كافر، أبو حامد قال هذا معناها عالم له وزنه، هذا عالم له ثقله. والله نعيش نفس الحقبة أقسم بالله ونفس العقلية، ها؟ لأن تلك العقلية الآن هي يعد